عادل، انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع صغنطه. موضوع ايه يا هانم؟ ماما قالت لي على كل حاجه. ايه؟ عايزه تشتغلي في شادر سمك في وسط البياعين وفي وسط الصيادين، و5 كيلو بوري و3 كيلو بياض. بنتك تقول ايه؟ تقول ايه لاصحابها في المدرسه؟ تقول لهم امي المعلمه بلطيه؟ قصدي مامتك ما فهمتش الموضوع. هي الحكايه كلها ان انا جالي شغلانه كويسه جدا في شركه اسمها اعالي البحار لصيد التون. انا اصلا ما بحبش التونه، انا بحب الجمبري طواجن وبحب البوري مشوي ورد. مش ده موضوعنا. ازاي تفكري اصلا انك انت تروحي الشغل من غير ما تقولي لي؟ ما انا كنت هوافق ما بين الشغل والبيت. توافق ازاي بقى؟ هتاخدي كام في الشغلانه دي؟ هاخد 5000 جنيه في الشهر، غير الحوافز هيوصلوا ل 8000 جنيه. طب والشركة دي مش عايزة موظفين تاني يعني؟ على فكرة يعني أنا بجيب الآلة الكاتبة وعندي مؤهل فوق متوسط وبكتب شعر وبسطات تونة، ده أنا بموت في التونة، بحب التونة جدا. كان آخر يوم للتقديم امبارح. طب وما قلتليش ليه بس يا رانيا؟ كنت أنا وأنت مع بعضينا، مرتباتنا مع بعض، ممكن تخلينا نكون ثروة سمكية كبيرة. يلا مش إشكال مش إشكال، المهم هتسلم الشغل ده إمتى إن شاء الله؟ بكرة إن شاء الله. على فكرة دول ادوني نص شهر مقدم. ياه، يعني 4000، ده ناس محترمة قوي. يعني لازم تحافظي على شغلتك دي بقى يا رانيا، أصل الفرصة ما بتجيش الواحد غير مرة واحدة بس في حياته. ياه 4000، يعني ده حاجة هايلة قوي، لازم تحافظي على الشغلانة. احنا خلاص الحمد لله ربنا كرمنا على آخر أيامنا الحمد لله. أنا مش عارفة كده، مخنوقة متضايقة. إيه بس؟ إيه اللي مضايقك؟ إيه اللي مضايقك بس؟ ياسمين يا عادل، ياسمين لا لا ياسمين ما تقلقيش على ياسمين خالص، انا هتصرف مع ياسمين. بص يا ستي، ياسمين بقى اكلها شربها مذاكرتها غيارها اي حاجه عند ياسمين انا المسؤول عنها. وبصي انا بفكر اتفرغ لياسمين واتفرغ للبيت، يعني بفكر اقفل البازار. ايه اللي بيجي لي من البازار غير وجع الدماغ والقرف ورمزي؟ يعني ما بستفدش منه اي حاجه خالص. انت بس اهم حاجه تقومي ترتاحي دلوقتي عشان تقومي الصبح وشك فايق. يلا قوم قوم. مش جاي المزاج انام دلوقتي يا عادل. خلاص، تحبي اجيب لك عشاء؟ مش عارفه كده كاني كده يعني نفسي اكل سوشي، نعمل دليفري من بره. لا 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 لا، سوشي ايه ودليفري ايه؟ لا 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 لا، احنا عايزين نوفر كل ما اللي ما هيجي لنا بقى ان شاء الله. بصي انا هقوم احضر لك انا العشاء، تحب اعمل لك بوفتيك مثلا ولا اعمل لك 8000 مكرونه بال؟ بصي هتصرف، اجيب لك الثلاجه كلها اجيبها لك هنا. يا 8000 يا